أسامة، اليوم باش نعملوا مرقتك عابر سبناخ. لهنا عندي اللحم مفروم تاعي، حطيت الفاح نتاعو، حطيت ثوم، برشت الثوم، حطيت معاه السبناخ فورته قصيته جويد، حطيت شويه تابلو كرويه مغرفه صغيره، شويه فلفل اكحل، شويه كليلو زعتر، شويه ملح، وحطيت شويه كركم. بالنسبه هذا بالنسبه للحم، تو ما قعد كان باش نخلط اللحم تاعي بالكدا ونعملو كعبر كعبر صغار. هذوما هما كعبر السبناخ نتاعي، انا زدتهم شويه شابلور، فما شكون يعمل معاهم عظم مسموطه. وبالنسبه للتتيب، يا اما نفوحوا المرقه نتاعنا، لهنا عندي بصل وعندي كعبه طماطم مقصوصين جويدين باش نحطهم يتقلاو، وعندي الفاح لهنا بعد ما يتقلاو باش نزيد كعبتين، نزيد مغرفتين طماطم، مغرفه صغيره هريسه، مغرفه صغيره تابلو كرويه، مغرفه صغيره فلفل احمر، شويه ملح، شويه فلفل اكحل، وفما شويه كركم. هنا اول حاجه نقلي البصل نتاعي، فما عباد تقلي الكعابر نتاعها من الاول شويه مع البصل باش يشدوا رواحهم، ومن بعد يفوحوا ويخليوها يطيب في عقل. انا هذيك هي الطريقه اللي باش نعملها، تو باش نحط البصل يتقلى ونقلي معاه الكعابر شويه، ومن بعد نخرجهم نحط الفاح نتاعي، نخلي المرقه نتاعي، انا باش نعمل لوبيا، نخلي المرقه نتاعي تطيب في عقلها، ومن بعد في الاخر نزيدهم هذوكم الكعابر نتاعي. بعد ما تقليو كما قاعدين تراو، وقليتهم في البصل وكعبه الطماطم اللي حطيتها، توا باش نحط الفاح نتاعي، خرجتهم على جنب، وباش نحط الفاح اللي قلت لكم عليه للمرقه باش تطيب في عقلها. اولا نرجعوا الطماطم نتاعنا تتقلى بالباهي، والفاح يتقلب الباهي، ومن بعد نمرق ونرجع الكعابر نتاعي يطيبوا في عقلهم. هكا بيان سور نرميو الكعابر في صوص ماهيش تغلي باش ما يتحلولهاش، ديجا هما مادام مقلين في الزيت ما يتحلوش. مرقة الكعابر نتاعنا حضرت، انا عملت لوبيا بالكعابر نتاع السبناخ، ان شاء الله تكون عجبتكم الريسيت. اللي مازال ماهوش ابوني كليكي على كلمة ابوني، ويفعل الجرس كل ما نهبط فيديو جديد تجيكم نوتيفيكاسيون. بسلامة.